الطيران الحربي في أجواء مدينة طنجة. إذن هذا هو صاروخ في الأجواء. الصاروخ في أجواء مدينة طنجة ألقاه الطيران الحربي. يبدو أنه في مظلة الله أعلم. هذا هو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الطيران الحربي يقصف مدينة اللطامنة بريف حماة. قصف بالطيران الحربي على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. والدخان يتصاعد. 20/10/2016 ولا يزال الطيران الحربي في الأجواء.